وعشان كده إذا أردنا ندخل بقى ونعيش في تجربة العيش بسلام الود الموصول أو الوصل الممدود، تعالوا الممدود يعني المستمر أبد الآبدين. أول حاجة لازم نعملها نكثر البحث والنظر في آيات الكون ودلائل عظمة الله سبحانه وتعالى، زي ما ربنا سبحانه وتعالى وجهنا وأمرنا عشان نقدر نعيش. وفي الأرض آيات للموقنين، في آيات للذين يتيقنون والذين يريدون أن يصلوا إلى اليقين. اليقين من ماذا؟ من دوام وصلنا. والله سبحانه وتعالى يتكلم عن المؤمنين وعن عباد الرحمن، يقول ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. يبقى إذن إحنا هذا الطريق الذي نريد أن نتفكر أن نتأمل، وهذا التأمل والتفكر يحتاج إلى ورد. أنا عندي عبادة قديمة بنعملها اسمها عبادة أفكار الصباح والمساء. إيه أفكار الصباح والمساء دي؟ إن الصبح أفكر وأتأمل في معاني وضعها الله سبحانه وتعالى في الكون، وفي المساء أفكر. طب إيه الفايدة من أفكار الصباح والمساء؟ عشان نكمل المنظومة اللي ربنا علمها لنا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يبقى احنا محتاجين نتفكر. طب التفكر ده يعود بسلام الود ليه؟ لان انت لما تقعد كده وتتفكر في عدد الانفاس اللي ربنا اعطاها لك بغير حزن وبغير كد وبغير تعب منذ خلقك الله سبحانه وتعالى، تجدها شيء مهول. لما تعد عدد المرات اللي نظرت فيها وعينك كانت محفوظة، عدد مهول. لما تعد كم مرة اردت ان تتكلم فتكلمت بغير مشقة، مهول. فلما تقعد تتأمل في كل ده وتتأمل في بديع صنع الله، وتتأمل ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل جاذبية، وليه ربنا سبحانه وتعالى جعل الشمس بعيدة عن الأرض بهذا القدر، وليه الأرض تدور حوالين لما تتأمل كل ده هيحصل لك حاجة في قلبك كده. إيه هي؟ أن الله سبحانه وتعالى يقول لك إن الذي أدار كل شيء إنما أداره ليفتح لك بابا من الأنوار لدرى أن الحياة إنما تدور بحبه وبقربه وهو أقرب إليك من كل شيء، فقد نوع عليك كل شيء لكي تكون أقرب إليه من كل شيء. فالتأمل ده شيء مهم جدا، وأنا بحب أن على الأقل يكون للإنسان ساعة تأمل كل يوم. يبقى عندنا ساعة تأمل، يعني نصف ساعة على الأقل في الصباح ونصف ساعة في المساء. ده هيعمل إيه؟ هيعمل هدوء في النفس، هيخليك تبقى تزداد حكمة. وهو ده اللي قاله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأيتم الرجل يطيل الصمت فاعلموا أنه يلقن الحكمة. فإذا أنت صمت، لأن الصمت اللي احنا عايزينه هو صمت الفكر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صمته فكرة صلى الله عليه وسلم. تاني حاجة، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء لو حافظنا عليه يبقى مهم قوي. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يردد بعد كل صلاة، وكأنه لما خرج من العبادة عايز يخرج منها بالسلام في الحياة، فيقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فنردد هذا الدعاء، ونقصد بذلك إن احنا خرجنا من ده وذهبنا إلى الله سبحانه وتعالى دائما. ويا سلام بقى إن أنا أدعي ربنا سبحانه وتعالى في الصباح والمساء إن هو يخليني دائما في حال سلام الإحساس بود الله واليقين بود الله سبحانه وتعالى. ويا سلام بقى لو أنا أدعي في كل صباح ومساء إن ربنا يرزقنا قلبا سليما. الحاجة اللي بعد كده والمعنى اللي بعد ذلك اللي ممكن يوصلنا إلى هذا، أنا في دعاء بحبه أحاول بيه أستشعر ود الله سبحانه وتعالى وأستشعر سلام الود والوصل. ولازم أنا بدعو الدعاء دوت أستشعر إن الله يسمعني، وأن الله يحب أن أنادي عليه وأن أناجي عليه. بحب أن أقول لله سبحانه وتعالى هذا الدعاء: يا سلام، يا سيد السادات، يا غياثنا ومليكنا، يا سيدنا، لا نرجو شيئا إلا أن ننتسب إليك، ولو انتسبنا إلى تراب أعتابك فإن العباد لا يعرفون إلا بسيدهم، وإذا جربنا أن نعرف بما سواك فصرنا لا شيء. فعلمنا أننا إذا انتسبنا إليك ولو على باب الطرد
لو قالوا هذا الذي طرده سيده فهذا شرف لنا، لو قالوا هذا الذي طرده سيده فهذا شرف لي من أن أنتسب إلى غيرك، فكيف وأنت لم تطردني؟ فحل اللهم بيني وبين غيرك، وأوقفني اللهم عليك على أي حال تراه، فإنك كريم ودود لطيف تحب القرب يا رب العالمين. اللهم ارفع عني حجبي، واجعل هذا نور قلبي، واجعلني يا ربنا ممن ساروا في درب المحبة، وأزل كل العوائق عن دربي يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، دلني عليك من أقرب طريق، واجعلني أعرف أنك في الطريق أنت الرفيق يا رب العالمين. يا سادة، احكونا عن تجربتكم، عملتوا إيه لو عشتم بسلام المحبة، أو كنتوا عشتوا بسلام الود الموصول أو الوصل الممدود. عيشوا هذه التجربة وتعالوا نتكلم عنها، لأن هذه التجربة تجربة تفتح قلب العبد على حياة مكتوب عليها هذه حياة سلام الود الموصول، ومكتوب عليها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا رب أكرمنا بتلك الحياة، واجعلنا ممن يعيشون معك على كل حال.